أوقفت الشرطة شاباً واحتجزته ليل الجمعة السبت بعدما قطع بواسطة آلة تقطيع الخشب أحد أنياب فيل كان معروضاً في متحف في باريس. الحادث الذي علمتم به تم ليل الجمعة السبت في الثالثة بعد منتصف الليل، وقد أدى إلى تضرر فيل يتمتع بقيمة تاريخية، فهو هدية من ملك البرتغال إلى الملك لويس الرابع عشر العام 1668. وأفادت الشرطة بأن الشاب البالغ من العمر 20 عاماً والذي دخل متحف التاريخ الطبيعي بطريقة الكسر هرب بعد سرقة الناب، لكن رجال الشرطة تمكنوا من توقيفه في جوار المتحف وعثر على آلة تقطيع الخشب في أحد أروقة المتحف.